لم يبقى للجنرال علي عبد الله صالح غير بندقيته يشيرها في وجه شعبه، وهو إذ يفعل يضيق الخناق عليه بأكثر مما يفعل على الشعب اليمني، فكل قتيل يقرب الثائرين أكثر من غايتهم، لأن البنادق التي تقتل هي أيضا التي تهز كرسي صالح وتملثق ثوب دستوريته، فلا يكون له من عاصم إلا العصبة المدججة بالسلاح. وتاريخ المواجهات في الثورات العربية يقول إن العصبة ما أفلحت في حماية مبارك ولا حماية الزين، اللذين انتهيا إلى سجين وطريد. ويبدو أن أيسر خيارات الرئيس صالح هي أصعبها، إنه خيار الإجراءات الأمنية يخيف بها الناس حتى يعودوا مواطنين صالحين يسمعون له ويطيعون كما كان عهده بهم في سنواته 33 الماضية. لكن الجنرال صالح لو تأمل جيدا في وجوه الثائرين من الرجال والنساء فلربما أيقن أن الشعب الذي خرج لن يعود إلا إذا عاد السهم إلى قوسه بعد إطلاقه. وقد قادت المعالجة الأمنية الرئيس صالح إلى أخشى ما يمكن أن يخشاه حاكم في اليمن، وهو استعداء القبائل عليه. لكن الجنرال الذي كأن أقدارا تدفعه إلى أمر مقضي قرر قصف قبائل مديرية نهم، فسقط قتلى وجرحى بعد أن اعترض رجال القبائل قوة من الحرس الجمهوري كانت في طريقها إلى محافظة حضرموت لقمع الاحتجاجات الشعبية هناك. ومن شأن المواجهة مع القبائل أن تدخل الجنرال في معادلة أمنية جديدة يتسع معها الفتق بما لا يكون في وسع بندقية معالجته. ولا يعدم الجنرال صالح في صراعه مع شعبه خيارا آخر، وهو أصعب خياراته على نفسه وإن كان أيسرها على شعبه، وهو أن يرحل. أن يرحل في رأي معارضيه من الشباب يعني أن يستقطر آخر ما لديه من حكمة سياسية، ليدرك أن كبرياء الشعب أكبر من كبريائه، وأن عزة الوطن أجدر بالصيانة من عزته، خاصة حين لا يكون الرئيس في عيون قطاع كبير من شعبه تعبيرا عن جماع فضائل مواطنيه، وعندما يقع الشك لديهم أنه لا يعبر عن مصالحه بل عن مصالح خاصته. ويوفر الجنرال صالح دليلا قويا على فساد حكمه باشتراطه عدم ملاحقته القانونية، وهو طلب لا يجهر به من الحاكمين صالح. وأن يرحل الجنرال صالح بالتي هي أحسن في دعم الثائرين عليه يعني أن يجنب وطنه مزيدا من القتل ومن سفك الدماء ومن ترد اقتصاده وبؤس معاشه. لكن هذا الخيار لا يبدو مما سيأخذ به صالح، والبنادق ملأى بالرصاص. إذن سيحمل عليه حملة. تلك هي خطة الثورة الشبابية في اليمن التي عقدت عزمها على مراحل ثلاث. بدأت الأولى يوم الثلاثاء وهي مرحلة الغضب، وتشمل الإضراب والعصيان المدني وشل حركة القطاعين العام والمختلط، وهو ما بدأ بالفعل في مدن عدن وتعز وأبين وشبوة ولحج، وبشكل جزئي في الحديدة والبيضاء وإب، وفي صنعاء العاصمة حيث أغلقت بعض المحال أبوابها. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة العمل الثوري الشعبي، تبدأ يوم السبت من الأسبوع المقبل وتمتد إلى الثلاثاء، وفيها تتشكل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعبأ فيها الشعب لانتزاع حقوقه، لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي مرحلة الانتصار الثوري الشعبي وتحقيق العدالة، مرحلة بدؤها الأربعاء 18 من الشهر الجاري وانتهاؤها يوم الجمعة. وما أدراك ما يوم الجمعة في رزنامة الثورات العربية.